مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وتضلوا بخير. اليوم بدي اعمل محاشي. انا قبل هلا عامله محاشي ومنزلته على قناتي، منزله الطبخه او طريقه الطبخه على قناتي، واليوم غدانا محاشي. حبيت شارككم بهذا الفيديو. انا جهزت هون الكوسه والباذنجان، حفرتهم كلهم. طريقة الكوسة الكل بيعرفها، طريقة حفر الكوسة، بس أنا خليت باذنجانة واحدة لأحكي لكم الأسهل طريقة لحفر الباذنجان. هلأ الباذنجان مثل ما بتعرفوا هيك قاسي، لازم ندعكها هيك شوي بإيدنا. كتير طريقة سهلة وبينحفر الباذنجان عالسريع. هلا انا هيك دعكتها بايدي، شوفوا كيف صارت طريه. بسم الله. هلا بدي اقيم الراس، الراسه بس بدي اخلي الاطراف، هدول الاطراف ما بشيلون. شوفوا ما شاء الله كيف دغري طلعت، كتير سهله هيك، طريقه كتير كتير سهله. شايفين؟ لا بتتغلبوا بالحفر ولا شيء، المهم انطري الباذنجانة بس حفرتين تطلع خالصة. شايفين هالمنظر ما شاء الله. وهلأ خلص حفرة، صارت جاهزة للحشي. أنا كلهم بغسلهم قبل الحفر وبعد الحفر طبعا بغسلهم، وهلأ هيك صارت جاهزة. شايفين ما شاء الله. هلأ أنا عندي مجهزة كيلو رز، غسلته ونقعته تقريبا 10 دقائق. هلا بدي احط له البهارات. عندي عصفور معلقه كبيره، كركم نص معلقه صغيره، فلفل اسود نص معلقه صغيره، بهارات نص معلقه صغيره، وملح معلقه كبيره لكيلو رز. عندي تقريبا في نص كيلو لحمة أو أقل شوي. معلقة سمنة، معلقة سمنة، أنا بحط للرز معلقة سمنة تقريبا، هاي بتكفي معلقة واحدة. وزيت مازولا أو زيت الذرة يلي موجود عندكم، تقريبا قدر نص فنجان، تقريبا قدر نص فنجان هيك بكفي. وهلا لازم نخلط تتبيله. مثل ما قلت لكم انا نزلت هذا الفيديو على قناتي من قبل، بس هلا حبيت ارد شارككم بغدانا. اليوم بدنا نعمل المحاشي كاملة، المحاشي كاملة. أنا كلهم مثل ما حكيت لكم مجهزتهم، الباذنجانات والكوسة كلها حافرتها وغاسلتها ومجهزتها. وهلأ طريقة للحشي، طريقة الحشي. ما تأخذوني إذا أنا عم طول عليكم الفيديو، بليز إذا طويل الفيديو كتبولي بالتعليق، إذا طويل الفيديو كتبولي بالتعليق مشان ما تملوا مني وتزهقوا مني. ما شاء الله شوفوا الرز كيف صار يلمع من السمنة، ما شاء الله بجنن. هلا الكوسايه انا ما بعبيها كلها، نصها بس. هلا الكوسايه، الكوسه محفوره جاهزه مثل ما حكيت لكم، انا نصها بس ما بعبيها كلها. سهله، مين بيحب المحاشي يكتب لي بالتعليق. بس المحاشي كامله، يعني كل انواع المحاشي،
مو كوسة وباذنجان بس، أنا من بعد ما عبيتها بشوف القياس الرز هيك لازم بالخنصر هاد يكون هيك. وهلا الباذنجانة بتاكل شوي أكتر، يعني أكتر من نص، ممكن نحط 3/4. هالطريقة. هلا أنا مشان ما أطول عليكم الفيديو وتملوا مني، رح وقف شوي وكمل الكمية وارجع لكم منشان ما تملوا مني، مو منشان شي. هلا هاي الباذنجانة كمان خلصت، ما بدي اياكم تملوا مني. وهلا خلصنا حشي، ما شاء الله منظرهم بياخذ العقل. هلا انا بدي حطيت الطنجرة على الغاز وبدي احط لها مي بندورة. تقريبا انا حطيت نص مي، لحط لها معلقتين كبار مي بندورة. انا ما بحبها تكون مريئة هيك فاتحة، بحبها تكون غامقة. والمي سخنة صارت جاهزة، بحبها تكون معقدة مزبوط. وهلأ بدي سقط الكوسيات. بسم الله وما شاء الله. وأنا لفيت شوية يبرة كمان، كمان بدي سقطهم، بس أنا عملتهم هيك صرر صرر. شايفين هالمنظر ما شاء الله بجنن. وحفرت فليفلة وحشيتها ما شاء الله، بس الفليفلة أنا بدي أحطها بالسلوفان هيك، بحب أنا الفليفلة أحطها بالسلوفان لأنه الفليفلة ما إلها روح، دغري بتستوي. وإن شان ما تفرط لازم تنحط بالسلوفان. والباذنجان كمان جاهز ما شاء الله. كمان حفرت بندورة وحشيتها، كمان بدي احطها بالسلوفان البندورة. وحفرت بطاطا. قلت لكم اليوم طبختنا كل انواع المحاشي. كمان البطاطا شوفوا ما شاء الله منظرها بياخذ العقل. كمان بدي احطها بالسلوفان. وهي الكوسيات ما بياكلوا وقت كتير ما شاء الله، لأنه الكوسة بلدي والباذنجان بلدي ما بياكلوا وقت كتير. هاي الباذنجانات هلأ بس تستوي الطبخة برجع لكم، أو قبل ما تستوي لسه في مرحلة تانية. ما حكيت لكم على الجزر، أنا حفرت الجزر وحشيته كمان كتير كتير طيب. شوفوا هالمنظر ما شاء الله، شايفين كمان كتير كتير طيب. أنا كتير بحب الجزر، شوفوا منظره بياخد العقل. وهلأ ما شاء الله قربت تستوي الكوسة ما شاء الله، شايفين هالمنظر ما شاء الله قربت تستوي. هلأ بدي حط لها للمرأة معلقة ملح، لأنه الطنجرة كبيرة عندي. أنا هذيك الطنجرة ما وسعت، عم قلبتهم لطنجرة أكبر. بدي حط معلقة نعنع يابس. بسم الله ما شاء الله. وأنا عندي هون 3 سنان توم قشرتهم ودقيتهم كمان، بدي حطهم. ولحط لها دبس رمان للمرأة، أنا كتير بحبها تكون هيك حامضة المرأة، ما بحبها يكون ما فيها حموض. فيكن تحطوا تمر هندي إذا عندكم، وفيكن تحطوا دبس رمان. أنا بالنسبة إلي ملح الليمون ما بحب أحط بالأكل كتير، يعني ليمون دبس رمان تمر هندي كتير ظريف. هلأ حطيت تقريبا شي فنجان دبس رمان، وبإذن الله بس تستوي الطبخة برجع لكم. خليكن معي لا تروحوا. وهلأ خلصت طبختنا لليوم ما شاء الله، شايفين هالمنظر والله العظيم بشهي. هاي البندورة المحشية والفليفلة المحشية، وهي الورق العنب.
وهي بطاطا محشية والجزر والكوسة، هي محاشي كل الأنواع. شايفين هالمنظر ما شاء الله بشهي. هيك بيكون خلص الفيديو لليوم، إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو وحبيتوا طريقتي. إذا حبيتوا طريقتي وعجبكم الفيديو بليز، المو مشترك بقناتي يشترك بقناتي ويفعل الجرس من شان يوصلوا كل جديد. وحبايبي لا تنسوني من اللايك والتعليق الحلو مثلكم. باي باي.